أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا بإذن الله سوف أكون معكم على مدار 30 دقيقة في برنامج الوطن، سوف أستعرض وإياكم أهم الأخبار في المملكة العربية السعودية، وسوف أيضا أناقش مع المسؤولين هذه الأخبار وأيضا كل ما يهم المواطن السعودي. مشاهدينا، ما هي المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن اليوم؟ شاهد وشهيد يرصد مسيرة الملك فيصل بالصوت والصورة. الشورى يصوت على تمكين المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات. إنهاء معاناة المعلقات من تأخر صرف الضمان الاجتماعي. ما هي أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ خدم الحرمين الشريفين يبحث مع وزير الخارجية البريطاني أوضاع المنطقة. ولي العهد يبحثان مع هامود المستجدات الإقليمية. المملكة تقدم تقريرها الأول عن حقوق الإنسان للجنة العربية. حياكم الله. يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، يفتتح صباح اليوم الاثنين معرض الفيصل شاهد وشهيد الذي تستضيفه وتنظمه أمانة العاصمة المقدسة في نادي الأمانة في حي الخالدية في مكة المكرمة، وذلك بحضور الأمير تركي الفيصل وعدد من الأمراء والوزراء والمثقفين والإعلاميين. وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن المعرض يرصد بالصوت وصورة مسيرة الملك فيصل بن عبد العزيز، لافتا إلى أنه يشتمل على أهم مقتنيات الملك الفيصل الخاصة وأبرز مراحل حياته، سواء الأحداث التي كانت قبل توليه الحكم في البلاد أو فيما يتعلق بالقضايا المهمة التي كانت إبان فترة حكمه. وأشار البار إلى أن الأمانة انتهت من وضع كافة الترتيبات لإقامة حفل الافتتاح بالتزامن مع بداية الإجازة الصيفية، إذ تم تشكيل عدد من اللجان التنظيمية، وبين أن برنامج الحفل يتضمن العديد من الفقرات والأفلام الوثائقية التي تعرض جانبا مضيئا من حياة الراحل وما أزداه من خدمة للأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى تقديم بعض الكلمات عن حياته وسيرة الملك فيصل وما قدمه لأمته ووطنه مما يؤسس المعرفة المتكاملة لمسيرة وحقبة زمنية مهمة للوطن وتذكيرنا بكفاحه وتضامنه الإسلامي. واعتبر البار المعرض نافذة جيدة للجيل الحالي من الأبناء لمعرفة من ضحى بحياته ووقته من أجل الوطن. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من مكة المكرمة وعبر الهاتف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة. أهلا ومرحبا بك دكتور أسامة في برنامج الوطن اليوم. بداية حدثنا عن أهمية هذا المعرض وكيف أنه يشكل نافذة جيدة للجيل الحالي من الأبناء لمعرفة من ضحى بحياته ووقته من بهدف وبسبيل خدمة الوطن. بالتأكيد أستاذتي الكريمة، المشاهدين الكرام، مكة المكرمة استضافت اليوم وافتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الفيصل للدراسات والبحوث، وبحضور المشرف على المعهد الأمير فيصل بن سعود بن عبد المحسن. معرض الملك فيصل شاهد وشهيد في محطته 12. استضافة المعرض في مدينة مكة المكرمة نعتقد أنها فرصة لإلقاء إضاءة جيدة. الملك فيصل يرحمه الله قضى في مكة المكرمة ما يقارب 30 عاما منذ دخول الملك عبد العزيز لمكة المكرمة في عام 1323 وحتى انتقال الوزارات إلى العاصمة الحبيبة الرياض في عام 53. إذن ما يقارب 30 عاما قضاها الفيصل في مكة المكرمة نائبا للملك عبد العزيز في الحجاز، ومن المعلوم أن هذه الفترة من الفترات السرية والتي يعني وضعت فيها أسس هذه الدولة السنية المملكة العربية السعودية. ألقينا إضاءة على هذا الجانب المضيء من حياة
الفيصل اللي يرحمه الله في مدينة مكة المكرمة. نظمنا هناك فعالية على هامش افتتاح المعرض، وألقى ثلاث من الباحثين أوراقا علمية عن الفيصل في مدينة مكة المكرمة. الملك فيصل يرحمه الله كان يقيم حفلا سنويا لضيوف لكبار الضيوف من الحجاج مساء السادس من ذي الحجة، وغالبا ما يكون هذا الحفل حفل عبارة عن مهرجان ثقافي أدبي وأمس إشعارية يتبارى فيها الشعراء. كان هناك رصدا لمثل هذه الحفلات، وكانت هناك ورقة بعنوان الفيصل في الحفلات المكية، يعني إلقاء ضوء على خطب الفيصل ومنهجه في الإعلام. أيضا الملك فيصل اهتم كثيرا بعمارة المسجد الحرام، فكانت هناك ورقة علمية عن توسعة الملك فيصل، توسعة المسجد الحرام في عهد الملك فيصل، وكان عنوانها الحفاظ على الموروث الثقافي. الملك فيصل هو الذي أصر على إبقاء مبنى الرواق العثماني ضمن العمارة السعودية أو ما يسمى بالتوسعة السعودية الأولى. كان هناك يعني معماريين من كافة الدول الإسلامية أتوا لمناقشة هذا الأمر، وأصروا مثل المهندس المصمم على إزالة المبنى القديم، ولكن الملك فيصل ببعد نظره ورؤيته الثاقبة أصر على بقاء المبنى ليظل الحفاظ على الموروث يعني من ضمن رؤية المعماريين. أنا أعتقد أنه هذه لفتة يعني جدا متميزة ورؤية ثاقبة من الملك فيصل يرحمه الله. نعم، في كل عام فعليا تتشرف المملكة، يتشرف الإعلاميين أيضا بحضور هذا الحفل الثقافي، هذا الحفل الثقافي الذي يجسد ويلقي الضوء على مراحل من حياة الفيصل رحمه الله، وفعليا هو يجسد المشهد الثقافي الذي أراده الفيصل أن يستمر، وخاصة دعمه للإعلام بشكل كبير وخاصة لوزارة الإعلام. حدثنا عن هذه الجزئية دكتور أسامة، هذا الحفل الثقافي الذي تحتفل به المملكة كل عام متجلية من خلال طبعا معرض الفيصل شاهد وشهيد. بالتأكيد يعني معرض الملك فيصل شاهد وشهيد هو من المناسبات الثقافية والتاريخية والتوثيقية لتاريخ المملكة العربية السعودية. المعرض يوثق لحقبة تاريخية مهمة جدا في تاريخ وتأسيس المملكة العربية السعودية، إعلان توحيد المملكة العربية السعودية وقعه الفيصل نائبا عن والده ووقع في مدينة مكة المكرمة. الكثير من القرارات التاريخية يعني وثقت من خلال هذا المعرض. يعني اليوم أنا يعني فوجئت بوثيقة تسمى وثيقة النقاط العشر للإصلاح منذ عام 62 ميلادي، لأن نتحدث عن وثيقة لها أكثر من 50 عاما، بها كل ما تحتاجه وتتطلبه أي دولة حديثة. أنا أعتقد أن هذا المعرض هو فرصة لإلقاء الضوء من قبل الجيل الجديد، من قبل المطلعين على التاريخ السعودي، ومن قبل من يرغب على الاطلاع على تاريخ هذه الدولة السنية ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الدكتور أسامة البارامين العاصمة المقدسة، كنت معي من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك دكتور. يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين القادم في جلسة سرية على توصيات لجنة الشؤون الأمنية حول تقرير وزارة الداخلية، وذلك بعد مناقشته الشهر الماضي والاستماع إلى مداخلات وملاحظات الأعضاء. وعلمت صحيفة عكاظ أن اللجنة الأمنية خرجت من هذه المداخلات بنحو 10 توصيات، من أبرزها ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة والحد من ارتفاعها والرفع من مقدرات أقسام الشرطة في الجوانب كافة في مختلف المناطق، والعمل على وضع مشروع شامل لتطوير المرور للحد من نسبة حوادث الوفيات والإعاقات اليومية، بالإضافة إلى تبني مشروع تقني يمكن المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات المرورية
والأمنية ورفعها للأجهزة الأمنية. كما دعت اللجنة لإنشاء مركز وطني للبحوث ولدراسة المشكلات الأمنية والفكرية وظواهر التطرف والغلو بما يخدم مصالح المملكة السياسية والأمنية، إلى جانب الإسراع في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة. وحثت التوصيات على مشاركة ومساهمة المرأة في مهمات الوزارة بما يتناسب مع مؤهلاتها والمجالات المناسبة لها. كما دعت لإلزام المنشآت والأسواق المركزية والمجمعات السكنية بتوفير كاميرات وحراسات أمنية كافية. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة دكتور صدق الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك أستاذ صدق. بداية حدثنا عن أهمية تمكين المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات في حين سوف يصوت مجلس الشورى الاثنين القادم على هذا المشروع. شكرا، أحييك وأحيي الأخوات والأخوة المشاهدين الكرام. هلا ومرحبا. وأقول أن التقرير السنوي لوزارة الداخلية أرسل إلى المجلس الشورى لأول مرة في تاريخ المجلس، وهذا أول تقرير لهذه الوزارة الجليلة الكبيرة التي نسميها أم الوزارات يدرس تحت قبة المجلس. طبعا عندما أتى حول إلى لجنة الشؤون الأمنية التي قامت بدراسته على مدار أعتقد 3 أشهر، والآن اللجنة ستقدم ملخص لمرئياتها عن ما ورد في هذا التقرير وما يتعلق بما ورد في هذا التقرير. وأيضا اللجنة كما تفضلتي تقترح وتقدم 10 توصيات. هذه التوصيات إن تم قبولها وموافق عليها من قبل المقام السامي ستصبح قانونا ملزما في المملكة العربية السعودية، وإجراءات يجب أن القيام بها. ذكرت هذه أو ملخص لبعض التوصيات، وطبعا هي توصيات تصدر عن المجلس في هذا الشأن لأول مرة، ولعل من أهمها أنه على وزارة الداخلية الآن أن تقبل قيام المواطنين بتصوير ما قد يرونه من حوادث وجرائم. يعني هنا ندخل في اشتراك المواطن ايضا مع رجل الامن، في حين عندما نتحدث وكما يذكر طبعا الامير محمد بن نايف ان المواطن هو رجل الامن الاول. بالضبط، يعني انطلاقا من هذا المبدا، وكون المواطن هو رجل الامن الاول والمستفيد الاول من الامن والمتضرر الاول من الجرائم، يعني التوصيه تطلب ان تتيح الوزاره لهذا للمواطن، اي مواطن يكون يصير في الشارع او في مكان ما يرى جريمه ترتكب او مخالفه ترتكب، فيمكنه الان ان يصورها ويرسلها الى الوزاره لتكون جزءا من التحقيق الذي يجري في هذا الحدث او ذاك. هذا في الواقع امر يساعد رجال الامن على ضبط الامن ومعاقبه المخالفين وتعقب المرتكبي هذه الحوادث. احيانا على سبيل المثال احيانا يسير في الشارع بسرعة جنونية فيدهس أحد الأشخاص ثم يلوز بالفرار أو الهرب. عندما يوجد مواطن قريب من الحادث ويصور هذا العمل ومن ثم يرفعه إلى الجهة الأمنية المسؤولة، فإن هذا يساعد هذه الجهة على معرفة الجاني والقبض عليها. طبعا هذا يعتبر لعملية ضبط الأمن في البلاد. طيب دكتور صدقة، يعني البعض يقول أن مثل إقرار مثل هذا القانون وجعل كل مواطن
يتمكن من تصوير المواطن الآخر أنه نوع من أنواع التطفل، تعليقك على هذه الجزئية أم أنه سوف يكون فقط الحوادث المرورية أو المخالفات؟ لا أعتقد أن هذا تطفلا، هذه مساعدة قيمة لرجال الأمن لتساعدهم في تعقب الجناة الذين يقومون بارتكاب جرائم ومخالفات يستحقون العقوبة عليها، وبالتالي أعتقد أن هذا ولا يعتبر تطفلا ولا يعتبر تدخلا في الآخرين، لأنه نحن نتحدث هنا عن شأن عام، مرتكبين المخالفات يقومون بأعمال غير قانونية، بالتالي يستحقون التعاقب والعقاب أيضا. التوصيات الأخرى أيضا مهمة جدا أعتقد، منها السعي لتمكين المرأة السعودية من العمل في الشؤون الأمنية المناسبة لها لتساعد رجال الأمن في ضبط الأمن بشكل أفضل بطرق قد لا يستطيع القيام بها سوى المرأة، هناك طبعا جرائم نسائية، فوجود المرأة في الكادر الأمني بشكل آخر يسهم في تقليص هذه الجرائم وتعقبها وإنزال العقوبات المناسبة بالمخالفات. أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من جدة، دكتور صدق الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما على كافة المحاكم بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين من على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. اختصر هذا القرار الإجراءات المعمول بها سابقا التي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية، فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوة طبقا للمقتضيات الشرعية، منهيا بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة. جاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين. مشاهدينا، ما هي أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ العيادات السعودية تقدم الدواء والحليب للسوريين في الزعتري. وزير النخل يتفقد مشروع قطار الحرمين غدا. و19 جهة تنفذ خطة الطوارئ لتأمين سلامة المعتمرين والزوار. السجن 12 عاما للمبتسم تشهد وعمل نفسه ميتا. الأهلي إبداع جاب الدوري والكأس. واستعراض إنجازات التأمينات الاجتماعية بعسير. إلى فاصل قصير. من جديد حياكم الله. افتتح محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل النيفي مساء أمس مهرجان الحبحب الرابع المقام في حديقة البلدية بمدخل المحافظة الشرقي. وكان في استقبال المحافظ مدير تسويق السياحة بمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض نايف العنزي والمشرف العام على المهرجان غازي بن حسن المساري. وتفقد المحافظ مواقع الأسر المنتجة بالمهرجان واطلع على برنامج المهرجان وأشاد بالجهود المبذولة في النسخة الحالية والنقلة النوعية التي شهدتها
بالتنظيم أو الفعاليات المصاحبة للمهرجان. مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة وادي الدواسر الأستاذ غازي المسعري المشرف على المهرجان. أهلا ومرحبا بك سيد غازي، بداية حدثنا عن هذا المهرجان، هل هذه السنة هي سنته الأولى أم أنه امتداد لسنوات ماضية؟ حياك الله. السلام عليكم، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. هلا الحقيقة وسهلا. مهرجان الحبحب يقام لعامها الرابع، وهو من المهرجانات الموسمية التي تقام بالمحافظة. طبعا افتتح سعادة محافظة الدواسر أحمد النيفي يوم الخميس الماضي فعالياته بحضور مدير التسويق وسياحة الرياض نايف العنزي وعدد من المسؤولين، وتم تدشين الفعاليات المصاحبة. طبعا المهرجان يقيم في الحديقة العامة في جوار البوابة الشرقية، واستمرت فعالياته 5 أيام آخرها ظهر اليوم. نعم. المهرجان سعينا من خلاله لإبراز هذا المنتج الذي هو منتج الحبحب سياحيا واعلاميا طيله ايام المهرجان، وهذا ما تحقق ولله الحمد، بل ان المهرجان اصبح فرصه لطرح العديد من المشاريع الاستثماريه في مجال السياحه سواء الريفيه او الزراعيه. نعم، ما لفت نظري فعلا مواقع الاسر المنتجه بالمهرجان، حدثنا عن هذه الجزئيه وكيفيه مشاركه ايضا الاسر المنتجه بهذا المهرجان المختص بفاكهه الحبحب. طبعا احنا نسعى في جميع فعاليات المحافظه والمهرجانات الى اشراك الاسر المنتجه وتخصيص جزء لهم. طبعا في المهرجان شارك اكثر من 60 اسره منتجه، تم تهيئه مكان مناسب لهم، وكانت مشاركتهم ضمن فعاليات المهرجان. طبعا دشن المحافظ الخميس الماضي هذه الفعاليه وشارك بها اكثر من كما ذكرت لك 60 اسره منتجه، وهذا يعني ما هو شيء جديد. يعني انا احكي في هذه جميع الفعاليات نشرك فيها الاسر المنتجه ايمانا بدورهم الهام في مثل هذه الفعاليات. نعم، طيب المساحات المزروعة هذا العام بهذه الفاكهة فاكهة الحبحب بلغت أكثر من 2000 هكتار بإنتاج يقدر بأكثر من 100,000 طن، حدثنا أيضا عن هذه الجزئية المهمة. صحيح، يعني الإحصائيات اللي ذكرتيها صحيح، وهي ذكرت في الخبر المنشور في الصحف الورقية والإلكترونية، هذا بناء على إحصائيات من مديرية الزراعة. طبعا محافظه وادي الدواسر محافظه يعني زراعيه وتشتهر في زراعه الحبحب كل عام، ويتم تصدير افضل اجود الانتاج. طبعا في مبيعات السوق هذا العام يباع في السوق باكثر من 1,500,000 ريال لليوم الواحد، مبيعات سوق الحبحب، واكثر يعني يدخل السوق اكثر من 700 سياره يوميا. نعم، عموما أنا أشكرك كل الشكر، كنت معي للتعليق على هذا الموضوع ومن وادي الدواسر الأستاذ غازي المسعري المشرف على مهرجان الحبحب الرابع، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى فقراتنا اليومية، فقرة تويتر. هذه الفقرة والتي تدعى أيضا هاشتاغ، طبعا نأخذ أهم الهاشتاغات وأكثر الهاشتاغات انتشارا طبعا أكيد في السعودية، ونقوم طبعا أكيد بعرضها وعرض أهم التغريدات على هذا الهاشتاغ. اليوم تناقل المغردون نصائح، هذه النصائح بهدف الحفاظ على الصداقة تحت هاشتاغ، صراحة هاشتاغ جميل، الهاشتاغ اسمه من استمرار الصداقة. طبعا هو كان هذا الهاشتاغ من أكثر هاشتاغات انتشارا في السعودية. انتقينا لكم مشاهدينا الكرام بعض هذه التغريدات واللي كانت فعلا هي الأكثر شعبية، ومنها خلنا بداية نلقي الضوء على تغريدة عزام اللي قال: إذا الله رزقك بشخص يعطيك بدون مقابل غير والديك فهذه نعمة تستحق الشكر فحافظ عليها. أيضا المغرد أحمد الجهني فقدم معايير لاستمرار الصداقة وقال: من استمرار الصداقة أولا عدم التسرع في الحكم عليه، اسمع منه ولا تسمع عنه،
وجه لها نصيحة وتأكد بأن يكون من المحافظين على الصلاة. تغريدة أيضا جميلة، أيضا نلقي الضوء على تغريدة أحمد السحليم اللي ذكر من استمرار الصداقة الثقة الاحترام الأخلاق والاهتمام والتواصل والتجاهل والتماس العذر وتطنيش العتب، هنا تستمر الصداقة طول العمر. طيب والله هو صراحة شيء حلو، بس مين اللي يقدر طبعا يلتزم بكل الشيء هذا، خاصة التطنيش والعتب؟ يعني للأسف الحين في كثير من الأحيان يعني ما الصديق يزعل على صديقة ولو حتى بشيء صغير يعني تافه، أو حتى لو كلام انقال ممكن على طول أنه يتخذ موقف ويبعد عن هذا الصديق، حتى لو كان هذا الصديق يعني مستمر معاه من سنين طويلة. عموما تغريدة جميلة أحمد السحلي، أشكرك على هذه التغريدة. أيضا تغريدة لعبد الله بن هليل، طبعا ذكر أن الثقة هي من أهم المبادئ اللي تدوم صداقة فيها ولفترة طويلة، وأيضا بتحافظ عليها لفترة طويلة. عموما مشاهدينا الكرام، يعني فعلا لاحظنا من ضمن هذه التغريدات كانت أكثر التغريدات تفاعلا للمغردين، التغريدات اللي فعلا خلت أن الثقة والاحترام والنصيحة هي من أهم المبادئ اللي تخلي الصديق يستمر مع صديقة لسنوات طويلة. لاحظنا فعلا يعني في الفترة الماضية فترات آبائنا كان في فعلا لما نتكلم عن كلمة صداقة الصديق صديق، وخاصة وقت الضيق. لكن للأسف الحين الدنيا تلاهي، خلت فعلا أن يكون الصديق شوي بعيد عن الصديقة. ما ننسى كمان مواقع التواصل الاجتماعي اللي خلت فعلا في بعد أو في فجوة ما بين الصديق وصديقة، حتى لما يكونوا مجتمعين الأصدقاء يعني في مجلس واحد. طبعا هاشتاج جميل استعرضناه معكم، بكرة بإذن الله أيضا بنستعرض هاشتاج ثاني، وبنلتقيكم أيضا في حلقة جديدة بكرة بإذن رب العالمين في برنامج الوطن اليوم. تابعونا، مع السلامة.